بالنسبة لامتحان البكالوريا دورة 2015 يشهد تراجع في عدد المترشحين. هذه الدورة يبدأ عدد المترشحين 133,250 مترشح، أي بتراجع حوالي 10,000 مترشح بالمقارنة مع دورة 2014 اللي سجلنا فيها 143,750 مترشح. يوم أمس هو يوم 1 جوان، كان يوم مخصص لنقل المواضيع من الإدارة العامة للامتحانات إلى مراكز الإيداع، إيداع المواضيع على مستوى الجهات. عدد مراكز الإيداع هي 29 مركز إيداع، والعملية هذه تمت على دفعتين. دفعة أولى كانت في الصباح الباكر في حدود تقريبا الساعة 4:30 صباحا، وتم تأمينها من قبل المؤسسة العسكرية، يعني الجيش الوطني هو الذي تولى نقل المواضيع، يعني عبر مجموعة من المطارات انطلاقا من مطار العوينة، ثم كان اتجاه إلى مطار المنستير، فمطار شخص، مطار جابس، ثم مطار توزر. والعملية هذه أمنت نقل المواضيع تحت حماية عسكرية مشددة لـ 12 مندوبية جهوية. ثم كانت الدفعة الثانية وهي كانت عن طريق البر، مندوبيات جهوية تابعة لإقليم تونس الكبرى والمندوبيات الجهوية تابعة لشمال الغربي والشرقي. والعملية هذه انطلقت في حدود الساعة 7:30 مساء، وكانت كذلك تحت حماية أمنية مشددة، و العملية انتهت تقريبا في حدود الساعة 11 ليلا. إذا يعني تقريبا على مدى 19 ساعة كان العمل دون انقطاع على مستوى الإدارة العامة للامتحانات، وكل المواضيع يعني أو كل العلب المتضمنة للمواضيع وصلت إلى مراكز إيداع في ظروف يعني طبيعية جدا عادية جدا، وتم تخزينها في مراكز الإيداع اللي ذكرتها عدد متاحة 29 مركز إيداع. وهذه المراكز هي تحت حماية يعني عسكرية 24 ساعة إلى غاية الانتهاء من يعني الامتحان. هذا اللي نحب نقول فيما يخص الخطة الأمنية. هنالك تنسيق كبير بين وزارة التربية وتحديدا الإدارة العامة للامتحانات والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في كل ما يتعلق بنقل المواضيع عن طريق الجو أو عن طريق البر، وفي كذلك يعني تأمين حراسة مختلف مراكز الامتحانات اللي هي بالأساس مراكز إيداع، مراكز الاختبارات الكتابية، مراكز جمع التحاليل، مراكز تجميع وتوزيع، ومراكز الإصلاح. يعني هذا الكل يعني تقريبا يعني موثق ومنصوص عليه ضمن خطة اللي نحب نقوله كذلك، وأنه هذه الدورة هي موضوعة تحت شعار لا للغش نعم للتعويل على الذات. تم تقليص في عدد المترشحين بالقاعة الواحدة، الذي أول مرة يحصل في امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية، من 20 مترشح في القاعة إلى 18 كحد أقصى. يعني بإمكان باش نوجدوا يعني مراكز فيها 16 أو 17 أو حتى 15 مترشح في القاعة الواحدة، وهذا من شأنه باش يعني ييسر عملية المراقبة. في هذا السياق يعني اقتنت وزارة التربية، وهذا كذلك يعني مستجد يعني يقع في بأول مرة في امتحاناتنا الوطنية، ليس فقط على مستوى وزارة التربية حتى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني تم اقتناء أجهزة التشويش على الذبذبات، وهذه الأجهزة هي الغاية منها التصدي لما يسمى بالغش الإلكتروني. وتم تركيز هذه الأجهزة بمراكز الاختبارات الكتابية، وكما ذكرت يعني هذه الأجهزة هي متطورة جدا ذات فاعلية كبيرة، متطورة من حيث يعني تقنية التشويش، وسيتم استعمالها لأول مرة في امتحاناتنا الوطنية بالنسبة لهذه الدورة، علما وأنه في عديد الدول الأوروبية يعني مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا لا يتم استعمال هذه الأجهزة، بل يتم الاكتفاء باستعمال ما يسمى بأجهزة رصد الهواتف الجوالة فقط. هذه الأجهزة هي أجهزة هي ستكون موجودة في كل المراكز، وسيتم استغلالها بطريقة محكمة جدا وفق خطة طبيعة الحال، وهذه الخطة هي يعني تمت بالتنسيق التام مع سادة المندوبين الجهويين وسادة رؤساء مراكز الامتحان. حتى حمل الهاتف الجوال وهو في حالة عدم استعمال داخل قاعة الامتحان فهذا سيعتبر محاولة غش، يعني يعرض صاحبه إلى نفس العقوبات المنصوص عليها بالقرارات المنظمة لامتحان البكالوريوس. الأجهزة هذه يعني تقريبا يعني الكلفة نتاعها الإجمالية يعني تقدر بمئات الآلاف الدنانير، مئات الألاف يعني الدنانير تقريبا يعني نقول تفوق المليون دينار. يعني أكدت على جانب الردعي لأنه هدايا لن يتم فيها التسامح، وستكون العقوبات صارمة وصارمة جدا مع من يعني سيتم يعني مسكه متلبس في الغش أو بالغش مهما كانت يعني أشكاله، أو خاصة كذلك
من سيتولى الاعتداء على القائمين على الامتحانات الوطنية. كذلك فإنه أي الشبكات هذه اللي هي ظهرت خلال الدورة السابقة، وهي الشبكات هذه اللي أو المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تسعى إلى إرباك الامتحانات من خلال يعني بث إشاعات، أو من خلال ربما يعني بس يعني أشياء من شأنها تربك السير العادي للامتحان، فهذه المواقع سيتم تتبعها قضائيا جزائيا وفي الإبان.